هاي قذيفة الدبابة، هاي قذيفة الدبابة الحمد لله استطعنا نجيبها اللي أكلها زميلي. لا تقول لي ما فجريت، لو فجر كانت التفت وإجيته في ضهره الحمد لله، بس يشلوا إجري الزلمة. وهاي جبناها وعملناها ورد كان هيك باقي الدول يعني العربية والإسلامية تعرف اللي نحن نستقى القذيفة وهي طايرة مغناطيس من جيبان. صار بده يجيبها تفرج هاي صاير يصدوها بالبيوت عشان نحن الدول المتقدمة متحضرة. صور لي قذيفة الدبابة هون، تعال شوفها، تعال عندي. هاي القذيفة بعد ما الحمد لله دبرنا الدبابة واستطعنا نجيب الفارغة تبعها. هاي الفارغة تبع الدبابة يا اخوي، اقرا لك اسمها هون. وهاي قذيفة تبع العنقودية. لذلك هذا بشار الاسد دمر العقل البشري تبع سوريا. خلى الجمجمة فارغة. فرغها من كل شيء معلومات وقتل العلماء وقتل المفكرين عندنا في البلد. خلت جمجمة فارغة. رغم هيك رح نتصل عليها ابراهيم نتعلم كل شيء.